طيب نسلم كمان على الاستاذ جمال سويد. الاستاذ جمال مع حضرتك ونشكره على الكلام الحلو. استاذ يوسف اهلا بيك، ازيك؟ ازاي حضرتك يا استاذ جمال؟ الحمد لله. وكما هي عادة كبار المحامين فهم يمتلكون ناصية اللغة والبلاغة التامة. حبيب قلبي الله يخليك ويكرمك، شكر. الأغنية طبعا حلوة جدا يا أستاذ جمال، بس أنا كنت بتناقش دلوقتي مع 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 الدكتور على إنه بتبقى مغامرة إن أنا أكتب أغنية عن الوطن، أكتب أغنية عن الحرب، أكتب أغنية عن الأمل، ما تخوفتش شوية يا أستاذ جمال؟ ما أنا مش بنزل حاجة للسوق يا أستاذ يوسف. أنا مش بتاجر بالكلمة. صح. أنا مش الآخر عايز أشوفها هتجيب كام. أنا بعمل حاجة من قلبي لبلدي وبقدمها. الله الله. لو لقت قبول هبقى سعيد، لو ما لقتش هحاول تاني وأعمل حاجة تانية يمكن تلقى قبول في وسط الزخم من الغث اللي احنا بنعيشه. وعايزين نقول للناس لا، احنا لسه ماسكين نفسنا ولسه روح اكتوبر موجودة، واكتوبر ما غابتش عننا، لان احنا لما عبرنا في اكتوبر وبعد سنوات عديدة عبرنا مرة اخرى في 30 يونيو، لان 30 يونيو كان عبور من ظلام مخيف لنور، وقلنا الكلام ده وحنفضل نقوله، وبنقول لكل الشباب اجتهدوا وثابروا واصبروا وكافحوا واعملوا هتنجحوا اكيد. التواكل مش مظبوط، وكل واحد لو عطى العطاء حلو، ما تقولش ان انا اخدت ايه من بلدي، لا دي ادي نفسك وادي بلدك، هتاخد كتير وهتاخد من بلدك كتير. مصر اعظم دولة في العالم، لازم تحبها زي ما بتحب واكتر ما بتحب نفسك واكتر ما بتحب اهلك، اكتر بكتير وهي هتدي لك اكتر بكتير. خليني الاول اشكرك جدا 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 يا استاذ جمال على الكلام الرائع، ونشكر جدا دكتور اشرف الدلجاوي على المزيكا الحلوه والجميله، وبطبيعه الحال طبعا استاذ مدحت صالح وكورال الشرق. طبعا البلد هي الصيغه، او الوطن هو الصيغه الكامله الجامعه لحب عيلتك وزوجتك واولادك واصحابك وجيرانك، وحتى حب الأماكن اللي مرتبط عندك بكل ذكريات حلوة. تصدق يا أخي حتى الذكريات اللي ممكن تحمل لديك مرارة هي برضو جزء من محبة الوطن، لأنها جزء كمان من تكوينك يا أستاذ.